رحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله، اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين وبعد. في الحديث ما زال موصولا عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعنا في هذه الساعة المباركة صحابي جليل والذي يجهل عند كثير من المسلمين، وهو عياض ابن غنم ابن زهير ابن شداد القرشي. فقلما نسمع هؤلاء الصحابة وأسماء هؤلاء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. هذا الصحابي الجليل أسلم عام الحديبية ولازم الرسول صلى الله عليه وسلم وأخذ عنه بعض الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا الصحابي كان يسمى زاد الركب، وذلك لجوده وكرمه، وكان ينفق على الناس وعلى أصحابه، فإذا نفذ نحر جماله. انظروا إلى كرم العرب وكرم المسلمين أيضا، أي يكرم من شدة كرمه أنه إذا فقد الزاد ونفذ ما عنده مما ينفق فينحر الجمل الذي يركبه، الجمل الذي يركبه. وعياض هذا ابن زهير رضي الله تعالى عنه وأرضاه سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا وهو مشهور ومعروف: من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 يوما. ذا رواه هذا الصحابي عياض ابن زهير: من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 يوما. وكأنه يعيش في غيبوبة وفاقد لعقله، وما زال الخمر في جسمه. وعاش مع النبي صلى الله عليه وسلم وشهد معه المشاهد، إلى أن التحق الرسول صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى، ثم عاش مع أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ثم كان مع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وسكن الشام. هذا الصحابي سكن الشام، وعينه عمر بن الخطاب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى قائدا عاما في الجزيرة للمعركة التي هي بين الجزيرة بين العراق والشام، وكان له خبرة جغرافية، فعينه سيدنا عمر بن الخطاب، وكان يفتتح البلاد إلى الإسلام ويردها إلى الإسلام والمسلمين. ومن الذين فتحوا حلب في دمشق في سوريا، فعاش في الشام في خلافة عمر بن الخطاب وقيادة أبي عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه. ولما احتضر وجاءته المنية أبو عبيدة بن الجراح، فخلف على المسلمين واستخلف عليهم عياض بن زهير، فبلغ الخبر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى، فنفذ يعني ما استخلفه يعني وما أمر به أبو عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومما ورد عنه أنه لما استخلف جاءه أهله من بلاد، فجاءه أهله من مكة ومن، فقالوا له أعطينا أكرمنا، فأكرمهم وجلسوا عنده أياما. ولما أرادوا الرجوع قال أعطينا المال، فأعطى لكل واحد، وكانوا أعطى لكل واحد كانوا 15 دنانير،
فغضبوا عليه فقالوا أنت الخليفة، أنت تحكم، أنت القائد، وتعطينا وكل واحد تعطيه 10 دنانير، فهذه 10 دنانير لا توصلنا إلى أهلنا وإلى دارنا، فنريد منك مالا. فقال أتعلمون أن هذه الدنار التي أعطيتها إليكم ولكم قد بعت خادمي وتصدقت بها عليكم؟ فقالوا أنت الخليفة، فبدأوا يطعنون فيه ويتحدثون عنه بسوء. فجمعهم فقال لهم أتريدون أن أسرق من بيت مال المسلمين وأعطيكم؟ تريدون أن أظلم الناس؟ أتريدون أن أعتدي على الناس؟ أتريدون أن أخذ أموال الناس وأعطيكم؟ وأساءل أمام الله يوم القيامة. هكذا كانوا المسؤولين، كانوا الذين يخافون الله عز وجل. قالوا والله لن أخذ فلسا واحدا من بيت مال المسلم بغير حق. فلسا واحدا، تعرفون ما هو الفلس احنا في عصرنا هذا؟ وهو سنتيم، دورو سنتيم. قال والله لن أخذ فلسا واحدة. وحاسبوا عليه أمام الله. في هذا الزمن تجد الإنسان يأخذ الملايين، يعتدي على الناس، يظلم، يأخذ الرشوة والظلم، وينهب ويختلس، ويقول لك إن الله غفور رحيم، إن الله غفور رحيم، ينام مرتاح البال. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم فلس واحد إذا اختلط بمالهم لا يستطيعون النوم براحة. حتى أنهم يحكى عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، يروى عنه أنه وجد تمرة، وقيل أن شخص أعطاه تمرة فأكلها، فقيل له إنه كان يتكهن قبل هذا وأعطيت له هذا، فوضع أصبعه في فمه فقاءها ما أكله، استقاء وأخرج كل ما في بطنه من أجل أن لا يبقى آثار الحرام في بطنه، مع أنه لم يكن متعمدا ولم يتعمد أكل الحرام. وفي زماننا هذا الناس تبحث عن الحرام بحثا وتنقب عنه تنقيبا، فالحرام صار في هذا الزمن حلالا، إلا من لم يجد، إلى ما لقاش الحرام فحينئذ يقول لك أنا هذا حرام، أما وجد الحرام فهو عنده حلال. قد يقول قائلا الحمد لله ما عندي مسؤولية، ما عندي كذا، كيفاش ما ناكل الحرام؟ وانت الشخص الذي أقرضت منه مالا ما رديتلوش المال، أليس هذا حراما؟ مشيت عند واحد نجار ولا حداد ولا صنعت لي في بيتك ولا البناء ولا إلى الآن ما رديتلوش وما عطيتلوش حقه ما خلصتوش، أليس هذا حراما؟ أليس هذا حراما؟ مات أبوك وقسمت التركة، وأختك ما عطيت لها والو، أليس هذا حراما؟ حرام 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 حرام، الناس تعيش في الحرام سبحان الله. وحينما يدقق الإنسان في الحرام فيجد نفسه يعيش في الحرام، يعيش في الحرام. أنا عامل موظف خدام، عندي أني ندخل 8:30 وأنا لا أدخل إلا 9، أتعرف أن نصف ساعة هي حرام؟ ما تأكله حرام؟ هذا هو الدين ديالنا، هذا هو شرعنا، شرع الله عز وجل هكذا على ما تعقدت عليه. فعمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان له شمعتان، شمعة استضيء بها
حين يكتبوا أو يخططوا أو يعملوا لأجل الأمة، وإذا كان العمل له أو مع أهله فيطفئ الشمعة، الشمعة التي هي للمسلمين لبيت المسلمين، وشعل الشمعة دياله. ورقة، نحن نستهين بالحرام. إذن هؤلاء الصحابة رضوان، فقال لهم هذا الصحابي عياض بن زهير رضي الله تعالى عنه: أتريدون أن أسرق؟ والله لن أخذ فلسا واحدا. عاش بعدل هذا الصحابي رضوان الله تعالى عليهم، وبجهاد واجتهاد، وصلى في القدس. هؤلاء من الصحابة الذين دخلوا القدس، لأن الصحابة الذين دخلوا القدس وصلوا في الأقصى المغصوب والمحتل من قبل الصهاينة، قدس الشريف أعاده الله للإسلام والمسلمين. فمات هذا الصحابي الجليل في السنة 20 من الهجرة وعمره 60 سنة، أي يتجاوز 60 سنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولما مات لم يجدوا من التركة ولا دينار واحد، ولا فلس واحدة، ولا مركب واحد، ولا دابة واحدة. قائد خليفة يحكم في جهة في الشام وعلى الشام، وبيت المسلمين مفاتحه بيده، ولما مات لم يجدوا عنده شيء، لأنهم كانوا يعملون للآخرة ويجمعون للآخرة. هذا هو الفرق بيننا وبين الصحابة وبين السلف الصالح، نحن نجمع للدنيا وهم يجمعون للآخرة. حتى لا يقول القائل ما كانوا يجمعون للدنيا، يجمعون للدنيا ولكن كل شيء للآخرة، يجمعون للدنيا من أجل الآخرة، أي يخدمون به، بما يجمعون في الدنيا يخدمون به الدين، يخدمون به قضيتهم. من الذي جعلنا ننهزم ونعيش أياما عصيبة في هذا الزمان، خصوصا ما تسمعونه من قضية القدس الشريف؟ من الذي أوصلنا لهذا الواقع المرير؟ إننا أحببنا الدنيا ونعمل من أجل الدنيا ونتخاصم على الدنيا ونتحاب على الدنيا، ولا ننفق ولا درهم واحد من أجل الدين. أما هم فينفقون أموالا بسخاء من أجل قضيتهم. الله عز وجل أخبرنا بذلك: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. الذين كفروا ينفقون أموالهم بسخاء ليحاربوا هذا الدين، ليحاربوا هذا الإسلام. هم ماشي ناعسين، خدامين ليل نهار. احنا المسلمين اللي ناعسين، أمة نائمة. حتى أنها قالت الوزيرة البريطانية سابق حينما احترق المسجد، مسجد الأقصى، قالت: ما نمت تلك الليلة، الليلة ما نمتهاش ما نعستهاش، وزيرة نتاع بريطانيا أنا ذاك. قالت: كنت أخاف أن يهب المسلمون كلهم من أجل إنقاذ الأقصى. قال: فلما أصبحت الصباح فبلغني الخبر أن الأمور على ما يرام، فعرفت أنها أمة نائمة. أمة العربية أمة نائمة، أمة المسلمين أمة نائمة، يتناطحون ويتقاتلون فيما بينهم. نسأل الله أن يرد بالمسلمين ردا جميلا. اللهم رد بالمسلمين ردا جميلا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.